ارتجع بنسبه 8.6% في عائدات النسيج والملابس والاحذيه. ايش تفهم منه هذا؟ بالطبع عائدات النسيج يعني قطاع هدايا ماهوش قطاع ملكنا احنا راه. انت تقصد على الصادرات عائدات النسيج؟ اي يعني بتاع الصادرات، عائدات النسيج بتاع الصادرات. اي لكن انت هذه تخدم برشا استاذه. هي تخدم، ولكن القطاع هدايا ما تعرفه هو قطاع الاوفشور، المداخيل متاعو ما هيش بتدخلناش، يعني الفلوس اللي جاية بتدخلناش. هذا يجب أن نوضحوه للعباد، هذه الأكذوبة الكبرى. نعم. علاش؟ لأنه قطاع، أنت ذكرت قطاع النسيج، قطاع النسيج اللي هو يخدم في إطار المناولة. إش معناتها المناولة؟ يعني شركات تونسية صحيح تخدم يد عاملة تونسية صحيح، ولكن لو دونور دودغ اللي يعطي القرار متاع الإنتاج واللي يوفر المواد الأولية والكل هي شركة الأجنبية هكا وإلا نعم. لا؟ إذن هو اش يعطي القرار متاع الإنتاج، وتونس شنو المساهمة هي في التجميع و يعني الخياطة والفصالة والإعداد الإنتاج المنتوج النهائي. يجي هو منتوج يعني غير نهائي واحنا نرجعوه منتوج نهائي. المنتوج هذاك ما هوش منتوج تونسي حسين. علاش؟ لانه هو باسم الشركه الاجنبيه. الشركه الاجنبيه ستسترجع تلك المواد اللي جات هي نعم يعني اوليه وكذا، تسترجع كمنتوج نهائي. يعني مش احنا ساهمنا، ماهيش السوق التونسيه اللي ساهمت في توفير المواد الاوليه وتوفير مستلزمات الانتاج. لكن قطاع الجلود ما فيش عمليه تصدير، قطاع الجلود هي عمليه استرجاع المنتوج، وبالتالي القول انه العائدات نتاعها نقصت، ما ثماش عائدات لانها هي ما ترجعناش. اما نلقاو العمليه نتاع التصدير نلقاوها في الميزان، ميزان الدفوعات، لانه نلقاو شو مقيد في العملية هذه؟ هي يد العاملة اللي تجينا بالعملة الصعبة، والمصاريف اليومية متاع الكراء المحل وإلا متاع استهلاك الماء استهلاك الكهرباء فقط. والمناولة هذه راهي هي اللي دمرت الصناعة التونسية. اليوم ما عندناش قطاع نسيج وطني. خليني نرجع جنات على البنوك. قطاع النسيج الوطني حسين، نرجعك على البنوك.